في عنا البريك تيست لحتى نشوف نحن قديه فرامل السيارة افيشنت وعم بيساعدونا انه نوقف باسرع طريقة ممكنة. بدنا نعمل سلالوم نشوف قديه السيارة على الطرقات المتعرجة قديه فيها عندنا تجاوب فيها، وكمان بدنا ننهيها بهوت لاب على هالحلبة. بلش بالكمارو مثل ما شايفين، رح نعمل سلالوم تيست، يعني عندنا هالكونز او هالاقماع هو اللي بدي احاول على قد ما فيني اشوف قديه سرعتي وثبات السيارة وقت عم غير اتجاه من الشمال لليمين بطريقة كتير خشني، بدنا نقول يعني اجريسيف عم لف. هلا منا على سرعه كثير عاليه، يمكن سرعه تقريبا 60 ل 70 كيلومتر بالساعه، بس حلو نقدر حس اذا مقدمه السياره او مؤخره السياره عم تقدر تتجاوب معي مثل ما انا بدي. عم حس انه في تجاوب من تقريبا الجهه الاماميه كمان اكثر بالسيارة. اوكي يمكن عم بنطر شوي، عم حس انه وزن السيارة هاد 2 طن تقريبا بدهم وقت لحتى يتجاوبوا 100%، بس احسن من ما انا كنت متوقع على الكمارو صراحة. انتقلنا للدوج تشالنجر الهيلكات، وهلا لازم نقارنها ونشوف الثبات اللي فيها السيارة مقارنة بالكمارو على السلالوم. شفتوني بالكمارو يعني منا بطالة، بس كان بعتقد عندي شوية تأخير بالتجاوب بيني وبين المقود والدولية بالأمامية، يعني عندي يمكن نطرة كانت صغيرة. والله بصراحة حتى الدوج تشالنجر الهيلكات أصعب على السلالوم، بالعكس بدي أنطر بعد أكثر من الكامارو، يعني مقدمة الكامارو كانت عم تتجاوب أسرع بكثير. يمكن هذا بيرجع لأنه الهيلكات إذا بنشوفها نحن من برا بنحسها إنه قد إيه أعلى منها الكامارو، الكامارو قريبة أكثر على الأرض، سنتر أوف جرافيتي أقرب يعني من الأرض، فيها تجاوب أكثر. يمكن هذا الشيء كمان يرجع يضرنا بالهوت لاب، خلينا نشوف. هلا صار وقت نشوف نظام الفرملة، رح نمشي سرعة 100 كيلومتر بالساعة ونعمل بريك ونشوف كم متر بدها. رح نبلش بالدوج تشالنجر ونشوف. مع انه سرعة 100 كيلومتر بالساعة، بس حسيت وقت عملت انا بريك الوزن اللي هو تقريبا 2 طن 2000 كيلوغرام بقيوا عم بجروا فيي، وهذا اللي خلاني اخذ مسافه كتير بعيده مع انه ما بدها هالقد، يعني مش على سرعه 200 كيلومتر بالساعه. على الحالتين اذا بنشوف نحن هون في عنا على القد 35 متر فاصل 8، اللي هي مسافه يعني كبيره لسياره على سرعه 100 كيلومتر. احنا مجربين غير سيارات من 25 ل 27 متر ل 30 متر نفس السرعه، ليكو قد ايه فرقت معنا. خلينا نشوف الكامارو هلا. خمسة وثلاثين متر فاصل ثمانية أخذت معنا لحتى نتوقف بالدوج تشالنجر الهيلكات لتوقف تام من سرعة 100 كيلومتر بالساعة، بس كمان أنا بعتقد بالكامارو ما رح تفرق لأنه كمان أمريكان ماسل كار عم نحكي وفيها نفس عدد الأحصنة، وكمان فيها هون تقريبا بحدود 2 طن. خلينا نشوف سوا. مثل ما شايف قطعت المقدمة تبعها للهيلكات، حتى الكامارو يعني انا مثل ما حاسس كمان طولت معي اكثر من الهيلكات لتوقف. 35 متر فاصل 8 هو كان المسافه للهيلكات لتوقف تام، مثل ما مبين انا هون معي 36 متر اخذتنا لحتى توقفت توقف تام، يعني سيارتين امريكان ماسل كار مع وزن كثير كبير رح يعملوا مشكل هن والاي بي اس والسنسرز، بدها توقف ما بدها توقف، هو بده يوقفها هي عم تقول لا انا في عندي وزن بدي جر حالي، كرمال هيك عم تاخذ معنا هالمسافه الطويله. هلا صار في عنا الهوت لاب، رح اعمل دورتين على الحلبة هيدي ورح بلش بالكامارو لنشوف شو توقيتها ونقارنه بعدين مع الهيلكات ونشوف مين اللي فايز معنا اليوم. في عنا دورتين لازم كمان حافظ على الدولية، لأنه إذا بقينا عم نعمل درفت هيك يمكن ما يضلوا الدولية معنا لفتين.
السيارة كتير حلوة عم تتجاوب معي مطرح ما أنا بدي عم بقدر حط السيارة. إذا ملاحظين كمان عم ضل لي جير واحد بين منعطف منعطف ما عاد بضطر اني كبر جير، يعني كأنه معمول هالجير لهالحلبة هيك. هذا الشيء كتير منيح وبساعدنا بربح الوقت. حسيت عم تتجاوب معي، التماسك اللي فيها على أرضية هالحلبة هيدي كانت تاخذ، لأنه عادة على غير نوع أسفلت ما فيها التماسك هذا اللي عم نحكي عنه. توقيتنا هو دقيقة و29 ثانية للفتين كاملين على هالحلبة. خلينا نطلع نشوف هلا الدوتش تشالنجر الاس ار تي الهيل كات شو رح يكون وقتها. بدايتها درفتنج نحن وياها للهيل كات. أنا بس شغلة وحدة شغلت لي بالي اللي هو إذا بنشوف نحن بالسسبنشن أو ميزانية السيارة بنطلع بنلاقي البادي قد إيه عالي عن الدوليب. هيدا الشيء يمكن بيعطينا راحة لحتى نسوقها كل يوم، حتى تكون سيارة لكل يوم تنساق على الطبيق على الجوار بقلب المدينة يمكن كثير مريحة، بس للحلبات والتوقيت هذا كله خسرت وقت. كثير عم بضطر بدخولي بالمنعطف خفف وبطئ كثير من سرعتي لانه مقدمه السياره ما عم تتجاوب معي ولا شوي. غريب الهلكات، يعني عم حسها بادي راكب على أربعة دوليب بس ما في توازن يمكن بيناتهم كتير. سيارة يمكن لتنساق للشارع لكل يوم على الطريق العام أكيد أريح، بس للتوقيت بحلبات أنا لقلي لا صراحة. يمكن للدراج لأنه فيها باور، عم نحكي فيها باور كتير عالي خاصة الريد آي منها، بس للتايمينج مني كتير مرتاح له. تجربة وتحدي يعني صعب، أنا بعتبر بالسيارتين فيهم نفس الـ DNA، اثنيناتهم American Muscle Car. شفتوا أنه طلعت سقت أنا الكامارو وكنت مرتاح كتير، في تماسك الدوليب يلي فيها على الحلبة هيدي بالذات قدرنا نعمل دقيقة أو 29 ثانية. بس رجعنا طلعنا بالهلكات أنا يمكن عملت دبل الشغل والأفورت والتعب اللي كنت عم بعمله، لأنه بين المقدمة ومؤخرة السيارة بدي أقدر أنا أتفاعل وفكر وحس شو بده يصير معي قبل، خفف قبل بوقت على كل منعطف لحتى أقدر أدخل السيارة على قلب الكوع. بس الطلعة منه كانت مش بطالة، قدرنا نشوف أنه الوقت كان ثانية كاملة الهلكات أبطأ منها للكامارو، دقيقة وثلاثين ثانية، دقيقة ونص على القد. برجع بقول أنا كملخص للحلبات أنا لقلي طبعاً الكامارو هي أفضل، فيها تماسك فيها ثبات أكثر. بس وقتها بدنا نحكي نحن إن كان للدراج أو للسواقة لكل يوم مع كل عوامل الراحة والإنترتينمنت يلي بقلبها، نرجع نحكي إنه الهيلكات مع الباور يلي فيها كتير لذيذ وكتير حلو.